يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل هذا لا يرضي الله ولا رسوله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يوافق، هذا لا يوافق ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوافق الكتاب والسنة. نعم. يقول فضيلة، نعم، الرسول ما يرضى به، ما يرضى بالكفر ولا يرضى بالشرك ولا يرضى بالمعاصي، لا شك. نعم.